فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول السائل: هل يجوز زيارة المتاحف الأثرية التي من محتوياتها الأصنام؟ لا، ما يجوز زيارة الأصنام، زيارة آثار الجاهلية وآثار الكفار إلا من باب الاعتبار والاتعاظ. أما من يزورها معجبا بها ويقول هذه حضارة، والله هذول عندهم حضارة ويثني عليهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما للاعتبار والاتعاظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ما بتزار للرفاهية أو للإعجاب بها أو أنها آثار يفتخر بها، هذا لا يجوز. نعم، هي باقية للعبرة، ما بقيت للافتخار بها. نعم، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بما ظلموا. شوف، الله أبقاها للاعتبار والاتعاظ، ما أبقاها تكون آثار يفتخر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل: هل يجوز بيع وشراء الأواني الأثرية التي تعود إلى أمم قد أهلكها الله؟ الأواني المباحة سواء أثرية أو ما هي أثرية، المباحة يجوز بيعها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.